كل ان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه وخير وعافيه. مرحبا بكم في نولي فام كافه الفريق، اهلا وسهلا. احلام زميتها في الاخراج ديما الفقره الاولى ديما نضحكوا فيها. علي البديني في الاخراج الرقمي، نورهان بكر في التناشي في الاعداد، ماني تعالله في المواجيز الاخباريه، ومن وراء الميكرو معكم كالعاده حذمي بوشيبا. وكيما العاده زاده نبداو بقفه الصبحيه. قفه الصبحيه والله كانوا رهان متعبينها في المرشي، من مرشي لمرشي الدور. نورهان صباح النور. صحيح. شنو حوالك يا نورهان؟ الحمد لله. شنو حوالك انت؟ انت تعبه نورهان؟ لا مش برد. تعبنا راحه يا نورهان. راحه. يلا قولي شنو الاسعار؟ الخضر الورقيه 500، السبناخ 34، البطاطا 13 مليم، الفلفل 2800، الطماطم 2000، البصل برشا، الطماطم 2000 برشا برشا برشا. البسباس 14 مليم، السمارية 16 مليم، جلبانة 3000، القرع 2000، زنارية 15. جلبانة ب 3000 يا أحلام؟ لا برشا. هاي كمل مستغرب. 2500. مازلت باش نكمل. مازلت باش تصدمني باهي. تحسها بالعاني تحبك هكا تشكيني مغرومة. بالنسبة للحوم الحمراء الهضرة 32، هذه ما عادش تكمل وكمل. المخلط 22، الرقبة 29 800، تبدأ والقلب 35، العلوش 38 و500، المرقاز 30، والكرش 10000. الكرشة 10 دينارات. علي ذور لي اليوم شهية كمرقة بطاطا، من بكري حابس في البطاطا. شهية مرقة بطاطا خاطر قال بطاطا 13 مية، اللي هي تقريبا أرخص حاجة من اللي قاعدين نسمعوا فيه. لا يمثل كل رجعة طماطم باهي. واصل نورهان. دجاج 5600. زيد على البارح. زيد زيد 200، البارح 5400. بالنسبة للحوت سردينة 4000، لوراتا 15 و600، سلامار 16، حمراية 10 دينارات. الحمراء لحظة ما نجموش نتعداو عليها كيكا مرور الكيرة. قداش نقصت أحلام؟ 4000. باهي كي نقصت 4000 باهي، مبروك عليك نورهان. عايشة. والقرنيت 24، نازل لي 8000، والشفرات 12 دينار تقريبا. الاسعار نتاع الحوت استنسنا بها تكون هكا. خلينا نواصلوا بالغلال. الفريز 5000، البنان 7000، البرقدان 5000، المدانينا 2800، والعصير 1700. 1700. شكرا ليك نورهان، هذه الصدمه الكبرى الصباح. ما نعرفش شنو نقول لكم، شنو نخليكم انتم اللي تعبروا على رايكم، تقولوا لنا هل الاسعار في المتناول، هل التونسي اليوم ولا قادر انه القفه نتاعو يكون موجود فيها اللحوم الحمراء والبيضاء، كذلك الخضره والغلال اللي ما نتصورش الغله موجوده في حتى دار تقريبا، قليل وقليل برشا. كان احلم زميت تنجم تاخذ تويكا الغلال، هذا متاكده منه. اعزد علي المديني اليوم شهيه هكا حاجه عليه هكا تبدا مشخشخه هكا فيها حوت وكذا، مش الحوت احسن حاجه. بالقرنيت اليوم شهي علي حاجه بالقرنيت. تو احلم زمي تطيب لك حاجه بالقرنيت، امور شربه ما ترحمش علي. يلا مازلنا مواصلين معاكم، كانت هذه قفه الصبحيه. قفه الصبحيه مازلنا مواصلين معاكم.